مساء الحب، مساء فيونكا وبيبيون، ومساء كل حاجة حلوة عليكم كلكم. وحشتوني طبعا من الأسبوع اللي فات، والنهاردة حلقة جديدة من فيونكا وبيبيون. النهاردة عاملين حلقة مميزة شويتين كالعادة، برضو نفس الكلام بقوله لأن أنا بحس إن كل حلقة بتكون مميزة بضيوفها وبيكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وكويس قوي إن أنا كان ليا السبق قبل ما يجي ميعاده عشان كل واحد فينا يبتدي لما يجي الميعاد ده. هنتكلم عن ايه في الفقره دي؟ هنتكلم عن الحب، وهقول لكم هابي فالنتاين دي قرب، لكن احنا عايزين نتكلم عنه كعاده وليس عيد كل سنه. احنا النهارده عشان نعمل لكم حلقه مميزه ونعلمكم ونعرفكم تبتدوا ازاي معانا، جبنا لكم شخصيتين هم تقريبا برضو ولاد فيونكا وبيبيون، طلعوا معانا قبل كده، لان طبعا كل ضيوفنا بحس ان احنا كلنا اصلا ولاد فيونكا وبيبيون وطالعين منه، وان شاء الله نفضل نكبر نكبر كل يوم كلنا واحنا مع بعض. النهاردة معايا دويتو تنمية بشرية، انتوا اكيد طبعا فاكرينه، والحلقة اللي فاتت عملت صدى حلو جدا وموجودة على السوشيال ميديا. معانا استاذة ابتسام محمد عليوة، نورتيني. انت المنورة، ربنا يخليكي. ومعايا المدربة سمية حسني صالح، اهلا بيكي يا اخبارك. اهلا بيكي، وحشتوني. وانت كمان اكتر والله. علامات الحب، يعني اثنين جايين احنا بنحب بعض اصلا. حبيبتي انتوا اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. الموضوع حلو جدا ومبهج، احلى حاجه صح كده. طيب في الاول خالص عايزاكي تعرفيني يعني ايه حب. بصي، انا هعرف الحب منظومه الشامل عموما. الحب احلى حاجه في الدنيا طبعا، سواء حب بين اصدقاء زي انا كده واستاذه ابتسام، اغلى بالي الحب بين وعلى فكره ده عامل نجاح جدا، الحمد لله ربنا يديمه عليكم، ربنا يديمها يا رب كده. الحب بين الاصدقاء، الحب بين جيران، الحب بين اصدقاء العمل، الحب بين القرايب. الحب ليه اركان كتير جدا، بتستخدمي فيها كل حواسك، بتكملوا بعض. الحب ان انا اقف جنب الانسان اللي انا بحبه في كل حاجه بتقابله، سواء حلوه او وحشه اقدره، في مناسباته اقدره، في حزنه اقف جنبه، في فرحه اقف جنبه، عنده مناسبه اجيب له هديه بسيطه. الحب ده عامل زي البقعه. البقعه. الحب زي البقعه. بيعلم. صح. لو انا مشيت وسبت الحب ده، او الشخص التاني ما تقبلش الحب ده، بسيب علامه. صح. العلامه دي بتفضل موجوده. وبسيب فراغ. الفراغ ده مفيش حد هيقدر يكمله غير الشخص اللي قدر يخش في المكان ده. عارفه الحركه اللي بيعملها الولاد دي؟ صح. الحركه دي نصين بالظبط، هي فعلا بتعبر عن الكلمه، هي نصين. لو انا شلت النص ده مفيش حد هيخش يكمله، يا هيبقى اعلى منه يا هيبقى اقل منه. المقاس مش هيبقى مظبوط. بالظبط، ده هو ده تعريف الحب. مش هيبقى مظبوط، ومش هيلاقي زيه، ومش هيقدر يعوضه خالص. تعريف بسيط بس عميق. بصي يا مروه، ربنا يخليك. طيب بيبان عليا بقى وانا بحب على نفسي. طبعا بالحركات. انا بقولها في حركات بتبان. قالت لي ما هي باينه عليكي، قولي لي باينه بقى بتبان ازاي. يعني انت دلوقتي مثلا، انا انت هتتكلمي عني مثلا يعني. احنا دلوقتي قريبين من بعض، شايفه قدم رجلك متجهه ناحيه ادم. دي بدايه ان احنا كده بنحب بعض، قريبين من بعض. الابتسامه نفسها اني على طول بحب الشعب كله. الابتسامه نفسها، العين طبعا. العين لما بتبقى بتلمع وبتوسع، دي بتبين ان هي علامات الحب. طبعا الخدود اما بتحمر، حاجات كتيره جدا يعني بتبان في الجسم نفسه، لان ده بيأثر. الحب اساسا بيأثر في الجسم كله. ده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى خلقها فينا. حتى لما يجي الاثنين بيحبوا بعض، بيبقوا قريبين من بعض، يعملوا نفس التصرفات اللي الشخص الاخر بيعملها. وتقولي ايه ده، انت ازاي عملت كده زيي، او ازاي فكرت في كده في نفس الوقت. دويتو. يحب الحاجه اللي الشخص الثاني بيحبها. لو شرب من حاجه يبقى عايز يشرب زيه. بيبقوا قريبين من بعض، يعني مثلا الاثنين سواء ازواج، مخطوبين، ايا كانوا، بيحبوا بعض. بص تلاقيهم متقاربين من بعض، يقربوا على بعض حتى في قعدتهم. تبص تلاقيهم ايه، يعني دراعه قريب من دراعها، يميل عليه شويه. لكن لو هو ما بيحبوش، تبص تلاقيه يبعد عنه، في مسافه كده بينهم. لكن التاني اللي بيحب يقرب. كل ما بيقرب منه اكتر، كل ما بيفهم منه بيحبه اكتر واكتر. يعني طبعا
فالحب ده نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، غير بقى حاجات كتيرة طبعا في علامات لغة الجسد. بالنسبة للحب ان هي بتظهر، اول حاجة العلامات دي بتظهر الشخص نفسه اذا كان بيحبك ولا ما بيحبكيش. الشخص لما، طب انا اعرف منين لو الشخص اللي قدامي ما بيحبنيش من علامات كده معينه يعني غششينا؟ ما هو لما بيكون بقى زي ما قلت لك كده يقعد بعيد مثلا، يقعد بعيد تلاقيه ما يقربش منك، يبقى عينيه كده مطفيه، تبص تلاقيه بص في حته ثانيه، مش مركز معاكي. لكن اللي بيحب بيركز معاكي وبيركز في كل يعني التفاصيل، زي ما بيقولوا يعني بيسبي العينيه، زي ما بيقولوا المصريين يعني ان هو بيسب العينيه، يعني عينيه دي بتبقى في دنيا تانية، بتبقى في عالم تاني، ودي اكتر حاجه بتاثر اللي هي العين. التسبيل، في التسبيل بتاثر في الشخص ذاته، حتى في علامات لغه الجسد اكتر حاجه بتاثر هي العين. وقبل كده قلت لك ان انسان العين هنا كان لما الانسان بيبص للي قدامه يعني بيحصل حتة التواصل ما بينهم. مش حال بقى لما بيكونوا حبيبة بقى، صح؟ وحبان بين الصور اللي احنا هنعرضها دلوقتي كمان العلامات والفرق ما بين الانسان اللي بيحب والانسان اللي ما بيحبش. طيب دلوقتي انا هبتدي احب نفسي، انا قعدت قاعدة كده عشان احنا بنتكلم مع بعض انا وهم كتير وبنقول ان احنا لازم نقعد مع نفسنا شوية، قعدت وخدت قرار ان انا لازم احب نفسي وان انا مقصرة في حق نفسي، لازم ادي خطه واعمل خطوات قدامي واعمل بلان لي تايم، يعني اعمل خطوات هنفذها ليها معايد، شهر شهرين ثلاثه، بس لازم احط لنفسي خطه زمنيه عشان اقدر اوصل للحلم اللي انا عايزه اوصله. بالظبط. اعمل ده ازاي؟ بالظبط، هي ليها خطوات فعلا لازم الانسان ياخدها. احب نفسي، كلمه نفس نفسها دي جايه من يعني نفس ربنا خلقها لك، ازاي انت تقدري تيجي على حاجه ربنا خلقها لك؟ نفسك حبيها، هتحبي اللي خلقك، هتتقبلي اللي ربنا اعطاه لك. ففي خطوات، اول حاجه ان انا اتقبل نفسي. ازاي اتقبل نفسي؟ ان انا احب نفسي زي ما هي، احب نفسي زي ما هي، انا تخينه، انا رفيعه، انا طويله، انا قصيره، انا عندي لكنه كده معينه. ما تقبلش ان حد يقول لي انت وحشه فتقبل ده، لا، انا تقبل النقد بطريقه معينه ان انا استخدمه كنقد بناء اقدر احسن بيه نفسي. احب نفسي ان انا وقت الفراغ اعمل استرخاء كده لنفسي، اعمل حاجه انا بحبها، اقدر اعمل اي حاجه كده تخش عليا بالسعاده. جميل. احب نفسي ان انا اتقبل الاخرين وما بقاش عندي يعني ان كل الناس وحشه، اتقبل ودايما اقول ان في خير في الناس عشان خاطر الاقي ده، اعمل الخير فالاقي ده خير. ما ينفعش ان انا اقول دايما ده الناس وحشه، انا مش متقبله الناس مش كويسه، لا انا مش هعمل كده، لا، نعمل الخير عشان خاطر نلاقي خير. بكده الانسان هيقدر يوصل يحب نفسه. في نقطة مهمة جدا بقى، ان الانسان يشكر نفسه. يشكر نفسه دي حاجة بسيطة جدا، يعني اجيب لنفسي هدية، عملت حاجة حلوة اجيب لنفسي هدية، ايه المانع؟ لما كنت بقول انا كنت عاملة فيديو كده من اكتر من سنة وشوية كان اسمه بحبني، انا بحبني، اول ما تقابلنا كسر السوشيال ميديا تقريبا، كانت في الحلقه اللي فاتت. وقالوا ازاي بتقول كده، وانا انا حرفيا كل كلمه مكتوبه وكل كلمه اتقالت في الفيديو انا بحبني وبدلعني وبهديني عشان اطلع من جوايا الحاجات طاقة الحلوه. الحب بالظبط. الناس افتكرت في الاول ان انا بهزر، او لا، انا بحبني، انا بحبني وبجيب لنفسي هديه، ولما ببقى متضايقه بقول انا قايمه فسحني، مش هبل هو. بالظبط بالظبط، دي اهم حاجه. وانت لو حبيتي نفسك فعلا هتحبي الاخرين، وحاضر احب اللي حواليا، وهتطلعي طاقه الحب دي هتوزعها على الاخرين. بالظبط. لازم ابقى صريح مع نفسي ولازم ابقى صادق. طب انا لما انا بحبني بقى خلاص، وصلت خلاص لمرحله ان انا بحبني وحطيت الخطوات ومشيت عليها، افصل بين النرجسيه والحب ازاي؟ بصي، هي الانسان مراحل، هو الانسان الطبيعي من الطفوله للنضج بيبقى طبيعته اجتماعي،
جميل. ان هو بيحب نفسه وبيحب اللي حواليه. مع ان في امهات كتير هتعترض على الجمله دي وتقول لك لا انا ابني انطوائي وابني ما بيحبش يقابل الناس و و و. دي بتبقى من الطفوله ومنشا البيت نفسه، هي تقدر تربية. ازاي تخليه برافو. يحب نفسه. انا موافقاكي جدا لان كل الاطفال مولوده بالفطره. لا استاذه مروه، في احصائيه معموله بتقول ان 10% بس ظروف هرمون السعاده، 10% بس خاضع للظروف، حلو، و50% جينات، رائع جدا، و40% سلوك وافعال. يعني مامي لو هي الانطوائيه بالظبط كده، ما تجيبش الموضوع في ان هو ولا يعني هي اللي علمته، تقدر تعدل الموضوع ده وتقدر تدخل عليه سلوكيات جديده، والاولهم ان هي تعدل من نفسها هي نفسها. طيب لو قالت انا بقى اجتماعيه جدا وحلوه جدا بس بابا كده وهو طالع زي بابا، نحل دي ازاي؟ هي تقدر تدخل له سلوك جديد، تقدر تحببه فيه تقدر تدخل له انشطه اجتماعيه، تقدر تدخله في وسط الناس، تقدر تاخده معاه للمناسبات، تعرفه ان الناس ممكن في وقت المناسبات محتاج هديه بسيطه، ان الناس في وقت الحزن محتاجه المواساه، ان هو يحب الناس، ما يتوقعش منهم الشر، يتوقع منهم الخير، فاذا هيلاقي خير، ان هو لازم يبقى عنده هوايه عشان يقدر يحب نفسه. الهوايه بتدي طاقه ايجابيه فبتخلي الانسان يحب نفسه. الله، ايه ده، انا قدرت اعمل ده، انا قدرت اعمل ده. وعلى فكره في انطباع عند الناس ان هو طالما كبر ما ينفعش يعمل هواية، على فكرة ده غلط جدا، بيوصل لمرحلة الاكتئاب على فكرة لو هو بدأ يحس بالإحباط، أو إن هو بيدي كل الناس والناس مش بتديله حاجة، فبيوصل لمرحلة الإحباط وبيبدأ بقى يكره الدنيا ويكره الحياة وينعزل بقى. ده طيب ببساطة جدا. النرجسي بقى، وصلنا خلاص إن الشخص ده لا قدر الله بقى شخص نرجسي. الأول هنجيبه صورة بتوضح إن الإنسان ده إزاي إن هو يحب نفسه، طيب يمتع نفسه. طيب بس انا عايزه قبل هم هيجهزوا بالصور دلوقتي، بس انا عايزه قبل ما نجهز الصور عايزاكي تقولي لي انا كشخص اعرف ازاي ان اللي قدامي ده نرجسي. الشخص ده بيبقى منطوي، بيبقى من حركاته نفسها بيبعد عن الناس، تلاقيه على طول مكتئب، على طول تلاقي ضامم على نفسه، قافل على نفسه، ما بيفتحش نفسه. هو المفروض ان الانسان ان هو يبقى منفتح. منفتح بمعنى ايه؟ بيقعد بقى مفرود، بيبقى ما بيوطيش كده. الانسان اللي بيوطي كده بيبقى عامل على نفسه، ده بتبقى نفسيته اساسا تعبانه نتيجه الانطوائيه والبعد عن الناس. فتلاقي كل حاجه في جسمه صغيره. لكن الانسان اللي هو منفتح على العالم تحس ان هو كل حاجه في جسمه كبيره، وتلاقيه لما بيتكلم بايديه، بيتكلم بحركاته، صوته عالي صوته، لا بس بيتكلم عني كتير في الفقره بس ما بيبقاش الصوت اللي هو ايوه طبعا متوسط لكل يعني. مقام المقال لكن الانسان المنطوي تلاقيه حتى ما بيجي يتكلم مع حد تبص تلاقيه باصص لتحت، ما عندوش الجرأة ولا الجرأة ان هو يتعاطف مع اللي قدامه او يتكلم مع اللي قدامه. وما بيبقاش بقى بس في الموجود بس في العيلة بس، لا ده على مستوى العالم، حتى في كلية، في مدرسة، خلاص في أي مجال، أسلوب حياة، حتى في العمل نفسه بيبقى منطوي وبيبعد عن الناس. طب وصل بقى للنرجسية يطلع من ده ازاي؟ هو اخد باله وعايز يطلع من ده، يطلع من ده ازاي؟ بصي، هو هياخد خطوات كده بسيطة، أولها زي ما اتكلمنا في السؤال اللي فات، إن هو يبقى صريح وصادق مع نفسه. جميل. يشوف نقاط ضعفه ايه، فين. بصي، معظم الناس اللي بتحاول تغير من نفسها تبصي تلاقيه اخد كورس الفلان وبعدين قعد شويه وبعدين راح اخد الهوايه الفلانيه وبعدين قعد، هو مش عارف اصلا هو عايز ايه، هو مش عارف عايز يوصل لايه. انا شايفه ان المرحله دي ممكن يلجا بقى اللايف كوتش. بالظبط كده، صح كده، يعني ده الميعاد المناسب. التوهان ده يطور من نفسه، لازم يبقى فيه لايف كوتش. بصي، النرجسيه ليها 3 مراحل. نرجسيه ثانويه، وبعدين بيخش في مرحلة النرجسية العادية، وبعد كده بيوصل بقى للنرجسية اللي هو بينعزل فيها عن المجتمع خالص، وبيبدأ يقول بقى أنا ضحيت، أنا طبعا أنا تنزلت، بيبقى كل الناس هي اللي وصلت للمرحلة دي. على فكرة إن في فرق عندنا بين التنازل والتضحية. التضحية إن زي الأم مثلا ما بتضحي، زي الشهيد ما بيضحي عشان الوطن، بيبقى بيضحي وهو مبسوط وراضي جدا جدا وبيعمل حاجة هو بيحبها. حل. لكن التنازل
بيعمل حاجة وهو مجبر عليها. اه زي ما في حد بيتنازل مثلا في شغله عشان وظيفته ومرتبه، زي ما في بيوت كتير قايمة عن التنازل. بس التنازل مش هيوصلنا لحاجة كويسة خالص. لا أي كان في أي مجال عمرنا ما هنوصل منه لحاجة كويسة. لا هنوصل للسلبية وهنوصل للإحباط. نفوسها مريضة تقولك أنا ممكن أتنازل لغاية ما أوصل للي أنا عايزه. عمره ما هيقدر يوصل للي هو عايزه. لا مش هيقدر يوصل للي هو عايزه. بالزبط. الشخص النرجسي بتلاقيه كمان عنده بيقدر يطلع من المرحلة دي ان هو يحاول يبقى صريح مع نفسه، يحاول يتقبل نفسه زي ما هي. حلو. يتقبل نفسه زي ما هي، يقدر يقعد مع نفسه كده ويقدر يكتب البوينتس المهمة. ان انا مثلا مش عاجبني ده في نفسي ومش عاجبني ده في نفسي ومش عاجبني ده في هو نفسي. هو لازم يصرح نفسه دي قبل اي حاجة. يعني الصراحة انا لو ما صرحتش نفسي مهمة جدا. مش هينفع مش هينفع يطلع من اللي هو فيه. بالزبط. لا هيفضل زي ما هو. بالظبط. ويفضل مكتئب على طول. يبدأ بقى يقول للمجتمع انا رافض ده. لما يحس باي حاجة مضايقاه يبدأ يقول انا متضايق. حلو. ما ينفعش يكبت مشاعره. لا طبعا. كبت المشاعر بيبقى صعب جدا. بيوصله لدرجه ان هو ينعزل خالص، هو مش عارف يعبر عن مشاعره، مش عارف يقول اللي جواه. في ناس بتقول انا بتجيبها من ناحيه ان هي مش بتزعل بسرعه، مش بتتقمص بسرعه، بس هو ده غلط. انا بنفسي ببقى شايفه، او يعني انا بصراحه بشوف، انا بتكلم عن وجهه نظري كمروه، ان انا زعلت اقول. بالظبط. زعلت اقول. بالزبط. لان انا لو سكت هو ما راحش الزعل ده، ما راحش لحد تاني، هو لسه موجود جوايا برضو. انت كده عندك الـ الطبيعه بتاعه البشر اللي هو متقبل نفسه، هو عنده تقبل لنفسه وبيحب ذاته، بس ما عندوش الحته اللي هو يقدر يقول فيها ان انا عندي مشاعر سلبيه وايجابيه. انا عندي مشاعر سلبيه وايجابيه. طبعا. فاذا انت عارفه ان مشاعر الغضب والحزن وبتاع هي مشاعر مؤقته، فشغاله في المشاعر الايجابيه وسايبه المشاعر المؤقته. أنا ماليش دعوة. لا انا بتكلم عن النرجسي. أيوة. هو شغال في السلبي وسايب الايجابي خالص. بالظبط. فالشخص الطبيعي هو سايب ماشي في الايجابي وسايب السلبي. وعارف ان دي مشاعر مؤقته هتمشي. طيب نعرض بقى الصور واتكلمينا عن الصور شويه. اوكي. هننزل دلوقتي مع بعض بالصور. حلقه شيقه جدا، نركز في كل كلمه بتتقال عشان بجد والله هتطلع من ان شاء الله هنطلع من الحلقه دي بحاجه كويسه. معانا صوره، طب تكلمينا عنها. دي صوره العائله بقى. طبعا شايفه مبسوطين ازاي؟ مبهجين. مبهجين كده وفرحانين. ليه؟ لان هم اساسا من جواهم حابين نفسهم. حابين نفسهم وحابين اللي حواليهم. طول ما الانسان بيحب نفسه هيحب اللي حواليه. الابتسامه الجميله، ان هم منفتحين زي ما قلت لك قبل كده، مش منغلقين على بعض. تحسي حتى الالوان اللي لابسينها هتلاقيها مبهجه، وهتلاقي في الصور اللي بعديها نفسها. تمام. اللي بعدها برضو الصوره دي العائله برضو قاعدين مع بعض ومبسوطين جو الاسري نفسه بيدي احساس بيدي طاقه، بيدي طاقه حب كبيره. احلى حاجه الواحد بيتمناها من اللحظه للتانيه. طاقه حب كبيره. اللي بعدها هنا دول بقى، دول شايفه عشان هم في يعني ايه متضايقين من بعض. متضايقين من بعض. شايفه الملامح مختلفه ازاي؟ بالظبط. مع ان هم ما بيتكلموش، يعني هو ده اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. لغه الجسد في العلاقات بصفه عامه. دول ما بيتكلموش بس ملامحهم بتنطق، باين عليها. شايفه بس نظره عينيها، يعني زي ما بتقول له انا عملت وعملت وضحيت عشانك وحبيتك وعملت ده كله وانت ما قدرتش ده. بالزبط. والانسان لما بيتقدرش يعني بيبقى غضبان وانا غضب. بالظبط. وممكن يعمل حاجات كتيره جدا. اكيد. طيب وهنا الصوره دي برضو نفس الحكايه، ان هي برضو زعلانه، هي اديته فرصه وضحت عشانه، وبرضو في نفس الوقت هو يعني ما عملش باللي هي ضحت بيه. حلو ان احنا ممكن اصلا نسكت خالص، يعني ممكن نجيب الصوره اللي بعدها يا جماعه. بصي هنا احنا مش هنتكلم. صحك. فهمت قصدي؟ شايفه الحب بقى اهو. التقارب بصي ما بينهم ازاي. بالظبط. مشتركين في حاجه واحده. ملامحهم مبسوطه. ملامحهم باينه جدا ان في بهجه وسعاده يعني في وهتبصي تلاقي ملامح كتيره. بالزبط. فيهم اللي بعدها دي برضو نفس الحكايه، برضو العيله المبسوطه برضو مع بعضيها دي. بالظبط. في بقى صوره لام بقى مضحيه وتعبانه. اهي تقريبا. جميل. يعني بصي باين جدا. النظره باينه. شايفه النظره ازاي؟ الحب والموده باينه.
نظره الحب والموده. انا بقرا الصوره انا كمروه يعني انا على فكره ما شفتش الصور قصدها عليها ايه، بس هي الصور معبره ودي جدا مضحيه عن يعني حين. هي شايفه يعني هي ممكن يعني بتقول اللي في ابني او في بنتي يجي فيا بس ان هو ما يعياش. دي تضحيه، قمه التضحيه الامومه. يعني دي ملهاش حل، انت عارفه الامومه دي حاجه تانية سبحان الله يعني طبعا. وفي التضحيه بقى بتبقى ما بين الاصحاب، في صوره تانية ما بين الاصدقاء دول بقى مبسوطين مع بعض ومفتحين مع بعض ازاي، عشان والبهجه فيهم واللبس حتى الوان اللبس نفسها وان هم حابين يروحوا ويجوا مع بعض، عينيهم بتلمع، جسمهم كله بيتكلم لان هم حابين بعض. لكن اللي كارهين بعض هتبص تلاقي في صوره تانية، لا دول حابين بعض برضو. دول حابين بعض برضو، اتنين نفس الحكايه وليمون وبتاع، ممكن يشربوا نفس المشروب، ممكن نفس المج، هو نفس المج، لا يعني حتى لو هو ما كانش بيحبه لا بقى بيحبه، وهي العكس برضو. لكن لو كارهين بعض بقى لا يعني بتبقى حاجة طيب تانية. انا خدت قرار بقى خلاص النهاردة ان انا نويت اقول للمجتمع ان انا هحب نفسي. هلاقي ردود غريبة، ايه ده انت لسه فاكر، انت ليه بتعمل كده، ايه ده هو بقى كده ليه، اقابل دول ازاي عشان يخلوني اكمل؟ يعني انا خلاص اديت قرار ان انا هبقى بحب نفسي ولازم اشوف نفسي وابقى مفيد لنفسي وللاخرين. حلو قوي السؤال ده، حلو قوي. حلو قوي، جميله مروه بصراحه. مروه حلوه، اسئلتك جميله بجد. بصي ده حاجه مهمه جدا. انا طالما اخدت القرار ان انا احب نفسي فاذا انا قبلت ان انا يبقى عندي نسبه من المخاطره. حلو. فاذا انت مش هتنجح غير لما تخاطر. هتخاطر بشخصيتك، هتبدل شخصيتك، فما تخافش من المخاطره لان المخاطره هتوصلك للنجاح. حلو. النجاح مش هتبدا تعمل نجاح غير لما تخاطر وهتقع وتفشل وتقوم تاني. المجتمع ده مش هيتقبل ده بسرعه طبعا، هيبقى فيه هو بيعمل ليه كده، هو ليه كده. بس انا عندي حاجه هنا، ان نفس المجتمع ده لو انا مش حلو ومنطوي ونرجسي برضه بيتكلم عليا. يعني يا ريت يا جماعه لما ناخد قرار نبقى احنا مقتنعين بيه، ملناش دعوه بالمجتمع، المجتمع بيتكلم علينا في كل الاحوال. طالما احنا ماشيين على الدين والتقاليد والعادات خلاص، انا مش سامع حاجه تانية غير مصلحه نفسي اللي ما بتضرش حد. اظن انا كده ايا كان انا عايزه ايه مش مشكله. لا توما الانسان ربنا رضى عنه خلاص. بالزبط. الناس دي توما ما بيغضبش ربنا خلاص، الناس دي بتتكلم عمال على بطال يعني، مش ما بتبطلش ايا كان يعني، سواء بالكلام من قدامك من وراكي بالهمس باللمس، ما هو برضو لغه الجسد داخله برضو في حوارات الكلام كتير. الهمس واللمس. انا ما بشبعش حاجه منها. بسيطة. انا ما بشبعش خالص. لا خالص. الصوره اللي فيها المرجحه بقى مدلعه نفسها. احنا هننزل لكم كل الحاجات دي على السوشيال ميديا وهننزل لهم الصور كلها ونتكلم عليها تاني. اخر حاجه تحبي تقولي لنا ايه النهارده عن الحب؟ احب اقول عن الحب، حب نفسك وحب اللي حواليك، لان الحب ده نعمه من عند ربنا، عمرها ما هتتعوض. لان انت لو حبيت نفسك وحبيت اللي حواليك هتبقى الدنيا كلها حلوه، وهتلاقي السعاده وهتلاقي كل الخير. وفي نفس الوقت انت يا انسان يلي ما بتقدرش التضحيه، لا قدر تضحيه اللي قدامك عشان يحبك ويحب اللي حواليك بدل ما يكرهك ويكره اللي حواليك. شكرا ليكي. قولي لنا بقى حاجه عن الحب كده في الاخر. بصي انا هقول حاجه بسيطه، انا بحب كل الناس اللي بتشوفني دلوقتي. حبيبتي. بحبك يا مروه طبعا. حبيبتي وانا كمان طبعا. يا رب كده كل الناس تحب بعض ان شاء الله. يا رب كل الناس تتوقع الخير من بعض، بلاش نتوقع الشر من بعض، احنا كلنا حلوين طبعا، كلنا فينا حاجة حلوة. نورتوني. كلنا فينا حاجة جميلة. والله نورتوني. بحب بنحب الحب نفسه. واحنا كمان بنحب. وانا فالنتاين دي. بالنيابة عن فيونكا وبيبيون بنحبه. احنا بنقول لك هابي فالنتاين دي. والف مبروك. الله يبارك يا حبيبتي. ربنا يخليك. وربنا يسعدك يا رب. الله يخليك يا رب. ربنا يسعدك ويديم ايامك كلها حب. اللهم امين يا رب. اللهم امين لينا كلنا ان شاء الله. طبعا انا بحبكم وانتوا عارفين طبعا ان انا بحبكم. هطلع فاصل صغير وارجع اكمل حبي فيكم، ومعانا فقرة تانية حلوة جدا ومعانا مواضيع لسه شيقة. هنطلع فاصل وراجعين تاني.